يعني بحمد الله وتوفيقه أنا طالب ثانوية عامة بحمد الله وتوفيقه أنا طالب ثانوية عامة من مدرسة خالد الحسن الثانوية للبنين. اليوم بحمد الله ابتدأت امتحانات الثانوية العامة الإنجاز لهذا العام الحالي 2020. طبعا رغم الأجواء الصعبة ورغم الظروف التي يمر بها قطاع غزة خصوصا والعالم أجمع في ظل أزمة مرض الكورونا فيروس كورونا كوفيد 19، ولكن ما زلنا يعني بفضل وجهود وزارة التربية والتعليم العالي والمعلمين الأفاضل وأيضا التسهيلات التي قامت من الشرطة والمعلمين والمراقبين ابتدأت اليوم الاختبارات، وبحمد الله قدمنا اختبار التربية الإسلامية وكان الاختبار يراعي الفروق الفردية وجيد جدا نوعا ما. فرسالتي هي رسالة كل طالب فلسطيني بأن يكون هناك مراعاة في الامتحانات وسهولة لكي يأخذ الطالب الفلسطيني والطالب الغزي خصوصا ظروفه الجيدة في تقديم الاختبارات طبعا، وتمنياتي للتوفيق للجميع، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزينا خير الجزاء لما نمر به من تعب ومشقة.